السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات برايمري 4 أبطال الاي سي تي. يلا بينا مع درس جديد وليسون 5 اللي هيتكلم عن how to use electronic communication، كيفية استخدام التواصل الإلكتروني. ليسون 5 بيتكلم عن كيفية استخدام وسائل الاتصال أو التواصل الإلكترونية اللي هي الإلكترونيك كوميونيكيشن، how to use electronic communication. تعالوا نتعرف على أهداف الدرس. Objectives of this lesson: Discuss electronic communication etiquettes. معنى كلمة etiquettes refer to rules have to do with politeness and good manners. Discuss electronic communication etiquette. آداب التواصل الإلكتروني. Explain how to use electronic communication. هنتعرف ونشرح ازاي بنستخدم بعض وسائل الاتصال الالكتروني زي الايميل وزي الفيديو شات والانستانت مسج، وهنشوف الاداب اثناء استخدام وسائل الاتصال الالكترونية. Use some digital tools to communicate with others. هنشوف بعض الادوات الرقمية اللي بنستخدمها في التواصل. في البداية تعالوا بنا نشوف Forms of Electronic Communication، بعض أشكال التواصل الإلكتروني زي الفيديو شات. الفيديو شات أو الدردشة عبر الفيديو يعني في صوت وفي صورة. الانستانت مسج اللي هي الرسائل الفورية زي اللي موجودة على الماسنجر، زي اللي موجودة على الواتساب، زي اللي موجودة في الموبايل، زي الشات روم. Forms of Electronic Communication شكل من أشكال التواصل الإلكتروني اللي هي الشات روم، يعني غرف الدردشة. وآخر حاجة معانا الإيميل. الإيميل اللي هو البريد الإلكتروني، زي طبعا اللي بنسجل بيه على جوجل ميل اللي هو جيميل. كل شكل من أشكال التواصل ده بيكون له إتيكيت، يعني آداب أو بنقول عليها فن التواصل. تعالوا بنا نشوف ازاي نعمل ميكنج فيديو شات، ازاي نعمل شات عن طريق الفيديو او دردشة عبر الفيديو. بيقول لي to start a call، عشان ابدأ مكالمة you create a link to send to the participants. ببدأ اعمل لينك او رابط وابعته لكل المشتركين. اللينك ده بيبقى زي ما احنا شايفين كده، ده لينك انا جايبه من جوجل ميت، من برنامج جوجل، ابعته او اشاركه مع البارتسبنت، الناس اللي هم هيشاركوا معايا الاجتماع عشان ينضموا اليا. Or you answer the call by clicking on the phone video icon، او بكل سهولة اعمل ايه، accept للمكالمة اللي جاية لي، وان انا اتك على كلمة accept او answer the call. If you are joining a call، لو انا بقى هعمل انضمام لمكالمة، you click on a link، بتك على الرابط، and wait to be let in، واستنى اما يسمح لي الشخص اللي هو الهوست اللي هو مستضيف الميتنج او الكول، by the person who initiated it، الشخص اللي بدأ المكالمة، ان هو يسمح لي في الدخول. Make sure your microphone and camera are on، تأكد ان الميكروفون والكاميرا بتاعتك شغالين قبل ما تبدأ المكالمة. Sometimes the person in charge of the call may mute people's microphones. بيقول لي في بعض الأحيان الشخص اللي هو in charge، المسؤول عن المكالمة، may mute يعني بيعمل الميكروفون بتاعك صامت، ما تقدرش تتكلم. People's microphone بيقفل الميكروفونات بتاعت الناس الآخرين لما بيتكلم عشان يدي كل واحد دوره في الكلام. You can also mute your microphone or turn off your camera at any time. باستخدام الزرارين اللي احنا شايفينهم دولت او عن طريق الابليكيشن، اقدر استخدم او اقفل الميكروفون بتاعي او الكاميرا او افتحها عند الحاجة ليها. If your camera is on، لو الكاميرا بتاعتي شغالة، anyone who is on the call will be able to see you. لو الكاميرا بتاعتي شغالة هيتمكن كل شخص موجود في المكالمة معانا من ان هو يشوفني. من بعض الاداب take your turn when speaking، خد دورك في الكلام، ما تتكلمش اثناء دور حد. دي من اداب التواصل او الاتيكيت في الكوميونيكيتنج ثرو ديجيتال تولز. Be properly dressed and behave as if you were out in public، وتعامل كما لو كنت في الخارج. دايما احنا لما بنخرج من البيت بيقولوا لنا اتعاملوا بادب، فدايما خليني في المكالمة بتاعت الفيديو أثناء الزوم ميتنج أو الميتنج الفيرشوال ميتنج الافتراضي، الاجتماع الافتراضي، زي ما أكون باخد ليسون أو باخد سكشن مثلا لحاجة معينة، إن أنا أتعامل بأدب.
Make sure there is nothing in your background that indicate your address or any personal information that you don't want to share. دايما اتأكد، ودي حاجة مهمة لحماية الخصوصية بتاعتك، البرايفسي بتاعتك، ان مفيش حاجة بتوضح في الباك جراوند، الخلفية بتاعتك، that indicate بتوضح your address، عنوانك، or any personal information، او اي داتا شخصية خاصة بيك او معلومات شخصية خاصة بيك، that you don't want to share، التي لا تحب او لا ترغب في مشاركتها، وده لحمايتك. chat rooms، غرف الدردشة. In a chat room you can simply type and submit your comment. بيقول لي بكل بساطة في غرف الدردشة يمكن كتابة التعليق، تقدر تكتب simply type، تكتب التعليق بتاعك، and submit your comment وترسله على طول. You can reply to message too، تقدر ترد على الرسائل اللي بتتبعت. ما انا بقدر اشوف او ببعت رسالة وغيرهم او الناس الموجودين على غرف الدردشة، ده زي مجتمع كبير موجود عليه أشخاص كتير جدا بيخشوا يتكلموا معايا في توبيك معين، بنتفق على موضوع معين هنتكلم فيه، وبنبدأ عن طريق الرسائل المتبادلة ما بيننا إن احنا نقول رأينا. بيقول لي some participants may reply to your message، بعض الأشخاص يقدروا يردوا على الرسائل بتاعتي اللي هم مشاركين معايا في الشات روم، زي ما انا عملت كده. you can reply to message، هم كمان reply to my message. remember بقى ايه، anyone who has access to the chat room will be able to read your message. هنا اي حد موجود او يستطيع الوصول الى غرفة الدردشة ومع اللينك بتاعها يقدر يعمل ايه، will be able، يستطيع to read your message، يقرأ اي رسالة انا بكتبها. ايه الاداب اللي محتاجين ان احنا نطبقها اثناء التعامل في غرف الدردشة؟ بيقول لي be polite, helpful and positive، دايما خليك مؤدب ومتعاون وإيجابي. هنتكلم عن الانستانت مسجنج، الانستانت مسجنج اللي هي الرسائل الفورية. بيقول لي بكل بساطة click on the name of the person you would like to chat with، بكل بساطة انقر على او اتك على اسم الشخص اللي بترغب في الدردشة معه، وبعدين اعمل ايه؟ طيب your message، اكتب الرسالة بتاعتك and click the send icon. مش احنا في الواتساب دايما كده بختار شخص معين وبعدين ابدأ اكتب الرسالة بتاعتي واعمل له send، انا عايز اطمن عليه، بقول له how are you، فبدأ اعمل تايبنج للرسالة بتاعتي واعمل سند. زي ما احنا شايفين الشخص دوت ماسك الموبايل وبيعمل ايه، بيكتب رسالة فورية وحد بيرد عليه، انستانت مسج، وعنده زرار السند هنا اللي هو هيبدأ يعمل يضغط عليه بعد ما يكتب الرسالة. انستانت مسج از فن، بيقول لي تعد الرسائل الفورية وسيلة ممتعة، فن، كاجوال واي، وطريقة غير رسمية، كاجوال واي عكسها فورمال واي اللي هي الطريقة الرسمية، أما الكاجوال واي فهي غير رسمية، to communicate، للتواصل. You may use phrases instead of full sentences، ممكن تستخدم عبارات صغيرة بدل من انك تكتب جمل كبيرة، وده كلنا بنشوفه. ممكن نستخدم الايموتو ايكونز اللي هي الرموز التعبيرية، الايموشنز، or even image، او اقدر ابعت صور زي ما احنا بنشارك الصور مثلا على الماسنجر او على الواتساب او على الانستجرام او على التليجرام، to communicate، عشان نتواصل. but it's still important to show manners، المانرز are important for you and me، بيقول لي دايما خليك اظهر الاخلاق اثناء التعامل في اي وسيله من وسائل الكوميونيكيشن. واخر حاجه من التولز بتاعت التواصل، الايميل، الايميل، البريد الالكتروني. بيقول لي it's common to use the email in more formal situation، من الشائع استخدام رسائل البريد الإلكتروني في المواقف الأكثر رسمية، يعني المواقف اللي هي بتستدعي ان انا اتعامل informal way، بطريقة رسمية، such as creating an EKB account and writing to your teacher. طبيعي لما انا هكتب رسالة للمعلم بتاعي فهكتبها له بصيغة رسمية، لانه هو مش صديقي، هو المعلم بتاعي، فلازم اتعامل معاه in manner way، بطريقة او باخلاق محترمة، such as creating an EKB account، لو هنشئ حساب على بنك المعرفة المصري، ده طريقة رسمية او حاجة رسمية. بيقول لي simply to send an email to someone، عشان ابعت بريد الكتروني لشخص ما، type their email، طبيعي ان انا اعرف الايميل ادرس بتاعه اللي انا هبعت له للسندر، انا هبعت ايميل لشخص فلازم ابقى عندي البريد الالكتروني بتاعه.
in the to filled، في الحقل اللي مكتوب عليه to، ده بيقول لي ابعت او اكتب البريد الالكتروني في الحقل هنا او الفيلد او الحتة دي اللي هي فيها العنوان البريد الالكتروني. وعندنا كلمة السبجكت زي ما احنا شايفين، ده عنوان الرسالة اللي انا هكتبها له. provide clear subject information in the subject line، بيقول لي حاجة مهمة جدا أثناء التعامل مع الإيميل. When writing an email be sure to use proper grammar، دايما اتأكد وانت بتكتب الإيميل من استخدام القواعد الصحيحة الـ proper grammar. proper grammar يعني انك تتأكد دايما من ان الكلام بتاعك او القواعد اللي انت بتكتبها قواعد صحيحة. Be polite and clear، خليك مهذب polite and clear وخليك واضح في الرسالة بتاعتك. Use greeting and ending، استخدم التحيات في البداية زي ما قايل له كده hello، زي ما احنا شايفين كلمة hello انا بعمل له greeting. My name is احمد، انا بعمل introduction to myself. Use برضو الـ ending لما بعت له اقول له thank you في الاخر، يبقى انا كده thank you انا بقول له ending تحقيق بقفل الايميل في النهاية. If you are sending attachment be sure the information you are sending is safe and accurate، تأكد من المعلومات اللي انت بتعمل لها attach يعني مرفق ان انا ببعت له مع الايميل الرسالة اللي انا كاتبها مرفقات، ليه مثلا صورة او ملف فبشاركه معاه فبعمل له attach في الميل. ده دايما اتأكد ان الاتاتشمنت اللي انت بتبعته is safe and accurate، دقيق وآمن للمشاركة مع الآخرين. وبكده يكون انتهينا من lesson 5 اللي كان بيتكلم عن الالكترونيك كوميونيكيشن، التواصل او الاتصال الالكتروني، وتعرفنا على بعض ادوات الاتصال الالكتروني زي الايميل وزي الشات وزي الفيديو شات وزي الشات رومز والانستانت مسج.